بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على التقوى وزدنا قربا منك يا قريب يا مجيب. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأوباش اللي قال. يقول في البيت الثاني: عاينوا فيها، أي بأم عينيهم، فلما عملوا أنها ليست لحي وطنا أن أحيا بذكر الله، وأنتم غير أحيا بذكر الشيطان ونكران الإله. ربي نزل بخير عليكم وأنتم تصعدوا له على كفركم وسوء آدابكم ومعاصيكم. إذا البيت الثاني: عاينوا، شهدوا شهادة حق لا شك فيها، فلما عملوا إثر تلك المعاينة أن ليست لحي وطنا، ماذا سيقع؟ سنرى ذلك في البيت الثالث إن شاء الله.